السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام: مجزرة ابن الخطيب وصبة عار جديدة في جبين حكومة الاحتلال. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. حياكم الله. شهد هذا الأسبوع مجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد بسبب انفجار أسطوانات وأنابيب الأكسجين في المستشفى المخصصة لمرضى فيروس كورونا. هذا الموضوع بحسب مفوضية حقوق الإنسان وصل عدد القتلى فيه الضحايا إلى 130 قتيل نحسبهم عند الله من الشهداء، وعدد كبير أيضا من الإصابات. الموضوع كان بحسب اللجان الحكومية بأنه منظومة الإطفاء، منظومة الطوارئ كانت معطلة. لماذا في العراق، في النظام الصحي العراقي، في مستشفيات العراق نرى هذا الإهمال واللامبالاة لحياة الناس والبشر؟ لماذا تعطل هذه الأنظمة أو كانت معطلة ولا توجد لها صيانة؟ لماذا تابعنا الإجراءات الحكومية والطريقة الحكومية بالتعامل مع هذه الكارثة بشكل سيء للغاية؟ سنتطرق طبعا بعد قليل إلى تصرفات وقرارات حكومة مصطفى الكاظمي التي اتخذها في محاولة منه لتهدئة الرأي العام وإطفاء هذا الغضب الشعبي الناتج عن هذه الكارثة التي شهدوها، واستمرار تساؤل العراقيين: إلى متى سنظل نعيش في هذا البلد وكل يوم هناك كارثة، وكل يوم هناك فاجعة نشهدها، وكل يوم هناك ضحايا أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في بلد يحكمه مجموعة من اللصوص؟ إلى متى يستمر هذا الوضع؟ إلى متى يستمر عدم الاكتراث بحياة الإنسان وتركه يموت بهذه الطريقة البشعة في بلد من أغنى بلدان العالم، المفترض به أن يكون فيه نظام صحي على أعلى مستوى مجهز وفق المستويات أو المعايير الحديثة العالمية المتطورة؟ لكن هناك فساد، هناك ميليشيات، هناك تحزب، وهناك حقيقة حقد يحمله سياسيون تجاه الشعب العراقي كما قال الكثير من العراقيين. 130 شخصا قتلوا نتيجة هذا الحريق وانفجار أنابيب الأكسجين في مستشفى ابن الخطيب، وعدد كبير أيضا من المصابين. وهناك تقارير سنتحدث عنها بعد قليل تقول بأنه هناك جثث من شدة الاحتراق ومن شدة هذا الحريق والانفجار غابت معالمها، وبالتالي أصبح من الصعب التعرف على هوياتهم. كيف يحدث هذا الموضوع ولا يوجد نظام أمان ونظام حماية ونظام إطفاء وطوارئ في المستشفيات بكافة أنحاء العراق؟ لماذا تأخرت فرق الدفاع المدني؟ طبعا هناك انتقادات من داخل السلطة لطريقة تعامل الجهات الحكومية من وزارة الداخلية والدفاع المدني وغيرها بقضية ابن الخطيب، وكيف تعاملوا مع هذا الحدث، وكيف تأخروا عن الوصول إلى المكان، وكيف
تقاعسوا أيضا عن أداء واجبهم بحماية المستشفى وحماية أرواح الناس الموجودة في داخلها. لجنة الصحة النيابية كشفت عن تعطل أنظمة الحريق في مستشفى ابن الخطيب منذ عام 2015. تخيلوا الكارثة مشاهدين الكرام، منذ عام 2015، يعني منذ 6 سنوات نظام الحريق في مستشفى ابن الخطيب معطل. يعني حكومة حيدر العبادي وحكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي تمت خلال فترة حكمهم تعطل نظام الأطفاء الحرائق في مستشفى ابن الخطيب، ولم تتدخل أي من هذه الحكومات الثلاثة بوزراء الصحة اللي موجودين فيها من قضية معالجة هذا الموضوع وهذه الكارثة. طبعا مستشفى بلا نظام إطفاء، يعني تخيلوا. طيب، عضوة اللجنة وفاء الشمري قالت إن الإهمال الموجود في المستشفيات تتحمله وزارة الصحة ووكالاتها الرقابية والتفتيشية، مؤكدة أنه لا يمكن القبول بتكرار الفواجع كل مرة. وأضافت أن الحكومة شكلت لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية عن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، مبينة أن أنظمة الحريق في المستشفى معطلة منذ عام 2015. اللي صار أنه مصطفى الكاظمي طلع حتى يهدئ الرأي العام وقام بسحب يد الوزير، سحب يد وزير الصحة. ماذا يعني سحب يد وزير الصحة؟ شنو فائدة هذه الخطوة إذا لم يكن هناك عقاب قاسي لكل مسؤول موجود في الدولة العراقية حدث في عهده وفي فترته كارثة أو فاجعة، ولا يوجد عقاب قاسي رادع ليكون عبرة لغيره من المسؤولين لكي لا يهملوا واجباتهم ويتهاونوا بالتعامل مع السلطة لديهم وبحياة الناس. لكن كانت الخطوة هي سحب يد الوزير، وبحسب التصريحات والتقارير تؤكد جهات كثيرة أن هذه الخطوة لا يعني أن الوزير تم إقالته، مجرد سحب يد عزلة مؤقتة من التحكم بالصلاحيات التي يمتلكها. هذا بحسب طبعا آراء ترى هذه الخطوة بهذه الطريقة. هل الكاظمي وما سبقه جادون بالتعامل مع الملفات الموجودة والقضايا المعلقة من أزمة في القطاع الصحي، أزمة فساد موجودة في العراق، كارثة النظام الأمني، المعتقلات، المهجرين، الفقر وغيرها، كثير من المسلسلات التي يعيشها العراقيون منذ 2003 ولغاية اليوم؟ معنا اتصال السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل حياك الله. فقدنا الاتصال. طيب، منظمة العفو الدولية طالبت الحكومة بإجراء تحقيق شامل في فاجعة مستشفى ابن الخطيب. مصطفى الكاظمي قال، طبعا الفاجعة نذكر بأنها حدثت يوم 25 قبل 4 أيام، قال بأنه خلال 5 أيام كحد أقصى ستظهر نتائج التحقيق. مضت 4 أيام ولا يوجد أي نتيجة تحقيق ظهرت، ولا يوجد مسؤول تم معاقبته، مجرد كما قلنا سحب يد الوزير. هناك محاولة لجعل المسؤولين على المستشفى ابن الخطيب أكباش فداء، وحقيقة يعني هذا الموضوع سنتطرق إليه بعد قليل، محاولات سلطوية من أجل أن تحمل المسؤولية للعاملين أو الكوادر المسؤولة على المستشفى ابن الخطيب. هم لا يستثنون من التقصير، لكن هل يتحمل مدير مستشفى أو طبيب أو أخصائي في المستشفى أو حتى لو موظف تقني في هذه المستشفى مسؤولية نظام صحي فاشل أصلا في العراق، مؤسسة وزارة الصحة فاسدة بكل ما تحمله الكلمة، هل يتحملون الإخفاقات الحكومية على مدى 15 عاما أو 18 عاما؟ لماذا يتم وضع كامل المسؤولية على الكادر ضمن مستشفى ابن الخطيب في حين الوزير لا يزال حر طليق ولا يوجد عقاب له، ووزيرة الصحة السابقة عديلة حمود بفسادها وبصفقات الفساد التي تمت بفترتها أيضا لا توجد أي مشكلة لديها، حرة طليقة؟ متى سيحاسب المسؤولون في العراق، ومن سيحاسب هؤلاء المسؤولين؟ وكالة أسوشيتد بريس نشرت شهادات لأطباء يعملون في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، أكدوا فيها أنه تم التعامل مع الحريق بصورة متأخرة، وأنه لم تكن هناك إجراءات وقائية لمنع انتشار الحريق في ردهات المستشفى. قال الأطباء إن معظم الوفيات أصيبت بحروق شديدة، وأن من بين الوفيات أشخاص لم يكونوا راغبين في ترك أقاربهم الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي.
أشارت الوكالة إلى أن المشاهد المأساوية الناجمة عن الحريق يجب أن تكون دافعا لمحاسبة حقيقية للمتسببين في هذا الإهمال، وأشارت إلى أن الحادث ضاعف السخط الشعبي ضد الطبقة السياسية المتهمة طيلة 18 عاما بهذا الفساد. كل ما يحدث في العراق يزيد من غضب العراقيين تجاه هذه السلطة ويدفعهم أكثر للتعجيل برحيلها. معنا اتصال السيد أبو عمر من بغداد، تفضل. تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين البطلة. حياك الله، أهلا وسهلا. ورمضان كريم عليك أستاذ محمد وعلى قناة الرافدين ومشاهدين الأعزاء. بارك الله بك، حياك. أبيك أستاذ محمد، بالنسبة للحريق اللي شب مستشفى الخطيب، هاي الأمور اللي البلد 18 سنة اللي قاعد يصير المأساة بي، يعني برغم لا يوجد أدنى مثل ما يقولون أشياء خدمية للمواطن، وماكو يعني من قبل هاي الحكومة والحكومات السابقة يعني سوت فد شيء للشعب العراقي، كله هلاك وتدمير وتهجير وقتل ورعاب الناس وقتل الأصوات وتكتيم الأفواه. فهاي الأمور يعني هي خاصة للحكومة الكاظمي أو سلطة الأحزاب اللي قاعد يحكمون العراقيين طيلة هاي 17 سنة. يعني هذا الأمر يعني للأسف يعني هي وزارات الميليشيات هي لازمة هاي الوزارات ومسؤولة عن زعماء قياديين وميليشيات، لازمة هاي الأحزاب. أبو عمر، شنو يعني مستشفى ما بيها نظام إطفاء حرائق من عام 2015 يعني ثلاث حكومات، وطبعا حكومة المالكي هي مو مستثنى من هاي المصايب، ولا الجعفري ولا اياد علاوي، لكن اقصد من 2015 بحسب التقارير الحكومية ماكو نظام اطفاء حرائق في مستشفى ابن الخطيب. يعني حكومة العبادي وعبد المهدي والكاظمي وين كانوا؟ استاذ محمد، بالنسبه احنا دوله رئيس وزراء او رئيس جمهوريه ما عندنا، اللي قاعد يقود هذه المستشفيات او الوزارات اللي موجوده عندنا في حكومه ضمن يعني الطبقه السياسيه احزاب، يعني نقدر نقول مو اداره، مو ناس اختصاص، مو ناس اختصاص ذو كفاءه، ولا اكو احد يحاسبهم كمصطفى كاظم فيها. يعني نتكلم فيها ضوء هذا الوقت. يعني مصطفى كاظم ما له دور يحاسب عن اللي صار وعن ذا، لان هم يعرف مصطفى كاظم وراء هاي المستشفيات وراها احزاب وقيادات ناس عليا، فما يقدر يتكلم وما يقدر يحاسبهم نهائيا، ما يقدر يحاسبهم ولا راح يحاسب المدير. والنتيجة دم العراقيين يروح هدر. يعني استاذ اكيد يعني حال غيره، حال الانفجارات اللي قاعد تصير، حال التفقيح اللي قاعد يصير، هاي الحكومه ما هم الشعب العراقي استاذ. احنا كل العراقيين يعرفون مهمهم قدر دم الشعب العراقي، يعني نشوف وين ما كان الشعب العراقي قاعد يختالون، سواء اذا كان بالتظاهرات سواء اذا بالشارع او انفجارات اللي قاعد تصير، يعني كلها راح سوف نحقق بالموضوع واجرينا اللازم من هاي الامور طيلة 18 سنه. احنا ما بد يوم حاسب اي وزير واي مسؤول من هاي الاحزاب اللي حاسبهم، لان وضعهم هم ناس ما يتحاسبون استاذ. فهذول كلهم اللي موجودين بالطبقه السياسيه ما يهمهم الشعب العراقي، سواء احترق بحرائق، سواء انفجار، سواء التظاهرات، كلها ما يهمهم. المهم نتيجتهم صالحهم، واللي قاعد يدوره ناس فشله، ناس مو ذو حب للوطن، ناس ما عندهم ولا. انا اشكرك يا ابو عمر، وصلت فكرتك، شكرا للمشاركه. عندنا ابو هبه من الموصل، تفضل يا ابو هبه. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم عليك وعلى امه محمد. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. تفضل يا ابو هبه. السيد ابو هبه موجود؟ فقدنا الاتصال. سعد من الكويت، تفضل، حياك الله. يا هلا بك يا استاذ محمد. انا قبل المأساة كنت ناوي ازورهم انساب لنا في مشفى الخطيب يا استاذي. نعم. قبل المأساة، ولكن يا استاذي المسألة محتاجة متابعة رقابية، المسألة محتاجة رقابة ومتابعة يا استاذي من الجهات المختصة في كل موقع ومكان. ايضا يا استاذي ايضا نتمنى الشفاء للمريض والرحمة للشهيد أصحاب النوايا السليمة والحسنة. نعم. وألف شكر لقناة الرافدين 100 مرة. تحياتي الله لك. الله يسلمك، شكرا جزيلا يا سيد سعد من الكويت.
للمشاركة. أكو نقطة حقيقة خلينا نذكرها، البرلمان وراء ما صارت الكارثة بمستشفى ابن الخطيب قرر أن هو يعقد جلسة استثنائية طارئة بمناقشة أو خاصة بمناقشة قضية فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب. مصادر برلمانية أكدت أنه فشلت هاي اللجنة أو يعني عقد الجلسة في البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب، 100 نائب فقط حضر إلى الجلسة والبقية ما حضروا. يعني تخيلوا كم مستخفين ومستهينين بأرواح العراقيين لدرجة أنهم ما يكلفون خاطرهم ويحضرون إلى البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة فاجعة راح ضحيتها أكثر من 130 شخص وإصابات بالجملة. فشل البرلمان بعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة قضية مستشفى ابن الخطيب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. هل يعقل أصلاً؟ هل موجودة هاي القصة بالعالم؟ كم من رئيس وزراء ورئيس جمهورية ألغوا مؤتمرات وأجلوا سفر ولقاء رؤساء آخرين عندما تحدث كوارث وفواجع أقل سوءاً من اللي صار بمستشفى ابن الخطيب؟ لكن تعتبر هذه قضية عامة، قضية تخص الشعب وأرواح الناس، ومن المهم أن يتواجد البرلمانيون ورئيس الحكومة والوزراء أجمعين في سبيل الوقوف على هذا الحادث ومحاسبة المقصر وإلى آخره. لكن في العراق تفشل أو يفشل البرلمان بعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، 100 نائب فقط والبقية ما حضروا. من عندنا؟ أبو هبة من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد، نعم، احنا ليش نقول نسميها حكومة؟ أي. يعني احنا خلينا نكون واقعين، الشعب من أقصى إلى أقصى، من الفاو إلى البصرة، العفو من البصرة للزاخم، كل تمرض على الحكومة هاي. طيب يا شعب، انت ليش أبل الجيش؟ وينكم انت الجيش؟ ثورة مايس 41، احنا من نجي حقيقة المستشفيات كلها مهملة، مو بس هاي المستشفى، ما مرت سنة لما مولد يعني كوارث واحدة بتلو الأخرى. احنا نعلم كل هذا، ما عندك حكومة، حتى البرلمان اللي العراقي هذا اللي كلهم مرتزقة. احنا نشوف ابناء الشعب، احنا كل بيناتنا يتسابقون، كل من يقول والله اني حاسة ضعيفة لدورة حسب تفوزوني، حتى كنت ترى حسب هذا فوق. احنا ما عندنا حكومة، لا تسموها حكومة. الشعب، انت يا الجيش، انت وينك عن هذه كل المصايب؟ ليش مخدر مضروب ادريه؟ واذا هاي الميليشيات ليش ما تقوم بتفورة انت والشعب؟ الشعب يسعى مو بداية بثورة، وين الجيش؟ احنا من نذكر تاريخنا، مايس 41 عندما كانوا العقدة الاربعة وكذي علي الجيلاني ويوسف السبعين رحمهم الله، هذول لما قاموا مع الشعب ما صاروا ضد الشعب. هسه تعال شوف، تقول يعني سيدي داعش غصب عنك حتى يجي ابو هبة، سيد ابو هبة، سيد ابو هبة، برايك هل تعول الحكومة على موضوع النسيان؟ يعني الشعب ينسى مثل ما نسى هواية أمور وهواية كوارث، وحينسى هاي الفاجعة وتمشي الحياة. تعتقد أن الحكومة تعتمد على هذا المبدأ بالتعامل مع المصايب اللي تصير بالعراق؟ لو الشعب العراقي لا ممكن يعبر هذا اللي يصير في سبيل أنه هو دا يخطط لشيء أكبر، ربما هناك يعني هذه القضايا ما تموت بالتقادم، أنه الناس تظل تتذكر حتى لو ربما ما كانكوا ثورة اقتلعتهم بلحظتها، ممكن تجي بعدين. شنو رأيك؟ أستاذ محمد، أستاذ علي، نعم، كلنا نعرف هذه مو حكومة، هذه إصابة الله ذكره، ولا مو سوش الله سبحانه، حاجة لله. نعم. سوش عملنا المشين يا شعب، خلي كلهم يقوموا، يعني ليش أنت تروح تداوم؟ أنا كموظف، أنا كمدير، كطبيب، كمهندس، نعم، ضابط، عسكري، جندي، كلكم خلي لما مدام نقول احنا كلنا الشعب، خلي كلكم يقومون قومه واحده. نعم. مو ناس تقوموا وانت قاتل وناس الظلم ساكته مثل ما صار بينا، هم قد عرفوا نقاط الضعف بينا، موتون. نعم. جهه وجهه، الشعب ناس سنه دمروهم بقد وين على الشيعة. ايران ما ترمت مركزه، ايران دعت تحكم، ايران اللي دعت تصول وجول بالعراق، ضريب. نعم. يذبح يقول اني امل انه يكون في العراق أمن واستبداد الأمن والاستقرار. سود الله وجهكم، تسود بيض الوجوه، أنت أصلاً أنقسم اليهودي. طيب. يا مجوس. أنا أشكرك يا أبو هبة من الموصل، شكراً للمشاركة.
عندنا السيد أبو أحمد من ميسان، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السيد أبو أحمد من ميسان، أبو أحمد ما موجود. أكو اتصال طبعا، أكو مشاركات كانت أو تفاعل حقيقة على موقع تويتر بقضية يعني هاشتاج إقالة الوزير، إقالة وزير الصحة. نسأل، هل تكفي إقالة الوزير بالنسبة للعراقيين اللي دي يشوفون دم ودمار يومية في بلدهم؟ هل الوزير الحالي هو فقط المشكلة الحقيقية الموجودة في العراق؟ هو طبعا ليس دفاعا عن الوزير، هو جزء من منظومة فاسدة، لكن السؤال للي دي طالبون بإقالة شخص واحد والبلد كله مدمر وتنهش به كل الأحزاب، هل تكفي أو هل من المعقول أو المنطق أنه أنا أطالب بإقالة وزير الصحة وعندي وزير المالية فاسد وعندي وزير الداخلية فاسد ووزير الدفاع فاسد ورئيس الوزراء فاسد؟ هل من المعقول أختصر مشكلة ابن الخطيب اللي هي عبارة عن ملخص لفساد وتراكمات من الفشل على مدى سنوات في وزارة الصحة أختصرها بهذا الوزير؟ ماذا لو تم إقالة وزير الصحة مثل ما أقيل خالد العبيدي وزير الدفاع بالبرلمان؟ نفس الشيء صار بالعراق، ما الذي تغير في وزارة الدفاع لما تم إقالة خالد العبيدي؟ نفس الشيء، ظل نفس الوضع على ما هو عليه. هل سيتغير الحال في العراق إذا تم إقالة وزير الصحة، أم يجب الخلاص من كل الأحزاب وهذه المنظومة التي تحكم العراق؟ عندنا اتصال، سيد أبو أحمد من بابل، تفضل. أبو أحمد من بابل، تفضل يا أبو أحمد من ميسان حياك الله. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. محمد إن شاء الله. الله يسلمك، تفضل. كل شيء ما واضح من صوتك، ما مفهوم أي شيء من صوتك. خلونا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من منبر الرافدين. اليوم الموضوع سنتحدث به طبعا عن قضية فاجعة مستشفى ابن الخطيب وعدد كبير من الضحايا نتيجة انفجار أنابيب الأكسجين، أسطوانات الأكسجين في المستشفى المخصصة لمرضى فيروس كورونا. تابعنا طبعا تعامل سيء جدا من قبل فرق الدفاع المدني ووزارة الداخلية والحكومة بشكل عام بالتعامل مع هذا الحريق الكبير الذي التهم المستشفى، وبالتالي انعكس سلبا طبعا على الناس بشكل عام في العراق، وهم الآن باتوا أكثر خوفا من الذهاب إلى المستشفيات أكثر من ذي قبل. وصفت تقارير دولية وتقارير صحف رصينة حول العالم بأن المستشفيات في العراق أصبحت بؤر ناشرة للأوبئة ومميتة. اليوم ليست فقط كذلك، أصبحت الآن عبوات موقوتة، متفجرات موقوتة بسبب أنابيب الأكسجين وغياب الأنظمة، أنظمة الحماية وإطفاء الحرائق وغيرها، وبسبب أيضا فشل السلطة وأجهزتها التابعة لها بالتعامل مع المستشفيات وتأمينها وحماية المرضى الذين يتواجدون فيها. فأصبح اليوم أكو خوف أكثر من الذهاب إلى المستشفيات في العراق بسبب
استمرار الفشل في وزارة الصحة، غياب أنظمة الحماية، وبالتالي أصبح المواطن الآن معرض للموت بسبب المرض، بسبب غياب التجهيزات الطبية، غياب الكوادر الطبية، وبسبب الحرائق اللي ممكن تصير بأي لحظة نتيجة انفجار أنابيب الأكسجين. معنا اتصال أبو أحمد من ميسان، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. أسمعك يا أبو أحمد، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، بالنسبة للحكومة، هي حكومة محاصصة، صحيح ولا مو صحيح؟ أنت شو تقول؟ يعني هي محاصصة، كل تعرف القريب والبعيد، حكومة محاصصة. نعم. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب. هي محاصصة، كل حزب ماخذ وزارة، كل قائمة ماخذة له وزارة، ويوزعون بيناتهم الأموال. يعني ما الشعب ما له بالأموال مال العراق، لا، خاصة الأحزاب مالتهم، النثريات ما نثريات، تشوف المستشفيات تعبانة، تشوف المدارس تعبانة، تشوف الطرق تعبانة، تشوف الجسور تعبانة، ماكو صاحب الله. ليش ما بنوا شيء للناس؟ ليش ما سووا لهم شويه، خصصوا لهم شويه من اللي يبوقوه، وعمروا مستشفى، امنوا المستشفيات على الاقل الموجوده؟ يعني شنو معناها مستشفى صار لها 6 سنوات ما بيها انظمه حرائق؟ شلون يعني؟ استاذ محمد، هي مو شغلتي، يعني هاي بالنسبه للمستشفيات، هاي خاصه للحزب الثاني، المدارس خاصه الحزب الثاني، الجيش الوزاره خاصه، فهم هاي شغلتهم. يعني هاي هو يعني شلون مثل الدوله اللبنانيه، الدوله اللبنانيه ضيعه هاي مالتها، هاي اموال خاصه لهم. انت بالنسبه للحكومه، يعني الحكومه هي شكلها شعب 80% ما تخطين له، مو صحيح. نعم. فالناس اللي المستفادين خاصين بالاحزاب هم اللي انتخبوا شكلها الحكومه، فهاي الشغل هاي مساوي. واحنا العراقيين الى متى نظل نشهد هاي الانفجارات وهذا الموت وهذا الدمار؟ والناس، الحكومة اليوم مثل ما قلت هسه، سألت أحد المشاركين، قلت له الحكومة تعتمد على نعمة النسيان؟ قال إيه ممكن، لأنه عندنا ناس شافت كوارث بالعراق وما تحركت. هل يعقل أنه يظل العراقي اليوم عايش بهذا البلد بهذه الطريقة، بهذه الهمجية والفوضى اللي دا يشهدها البلد، واليوم كل يوم أكو موت وأكو خطر ويظل ساكت؟ هل من المنطقي هذا الكلام؟ هو هذا المنطق ما مقبول، بس انت الشعب العراقي يعني تعب، ينتخب فلان قائمه تحاصصت ويا الحزب الجديد. يعني قد احزاب عندنا تتحدث، تعوف الاحزاب القديمه مال 2003 حتى 2010 اجت احزاب لغايه 2020 لغايه 2020 مفوضيه الانتخابات وافقت على تشكيل 400 حزب جديد غير الموجودين. يعني 2020 هذا الكلام عوفك من قبلها. استاذ محمد، نفس الشيء راح تيجي هاي الاحزاب الجديده هم يغرونها بالاموال، باموال الشعب، والشعب يبقى هو الا ان الله سبحانه وتعالى يمسك على الشعب العراقي. وشلون رب العالمين امرنا انه نتحرك حتى يساعدنا. الناس قابل قاعده ببيوتها وتدعي حتى رب العالمين يفك الازمه، ونعمه بالله، لكن وين عمل البشر؟ وين عمل الانسان وتحركهم؟ استاذ محمد، باكر هسه شباب ثورة 20 راح ينتخبونهم، نفس الشيء راح يرجعون لهم بالمحافظ. ما مستحيل، احنا قاعدنا عندنا العراقيين قاعد. ليش هاي السلبيه يا ابو احمد؟ ليش؟ هاي السلبيه سببها مطامع دنيويه. نعم. ابو احمد، انا اشكرك لرايك، شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا سيد حسن من الانبار، تفضل يا حسن، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف أستاذ محمد، حياك الله سيد حسن، أهلا وسهلا. شلون صحتك؟ الله يسلمك. نصي صوت التلفزيون لو سمحت. لا، نصي للأخير. شكرا جهاد، تفضل. أستاذ محمد، أنا من الأنبار. حياك. قاعدين خيمه شويه، تعرف بهدله، انا ما برد نار. نعم.
وعندي والدي على مود هو ودعم على مود قاع ودمران يعني تعللت نادي القاع يلا طيب تجنو اي اي نعم تجنو تعللت نادي القاع يلا تنازل عنك اي وخلونا تنازل القاع وخذوها وبعدين لا شفنا القاع ولا شفنا الوالد نعم توم عليه دواء كدي واحنا مبهدل عن شو من المخيمات وحر وبرد شوف سيد حسن حضرتك اتصلت بنا في وقت سابق صحيح وطرحت هذه المشكلة أعتقد نعم. شوف سيد حسن المشكلة مشكلة الأرض ووالدك حقيقة هذا يعني تدخل في إطار عائلي لكن احنا مثلا نقول انه شلون القانون يسير بهذه الفوضوية انه هم تنازلوا عن الحق هم قالوا متنازل بالمحكمة يعني عليها شو يعني كل ما تتكلوا يعني هم يعني تسوهم دعوة كيدية على والدي طيب تنازلوا بس خلونا يعني شلون يعني بخالف اسم القانون سيد حسن دا اسألك سؤال واضح هل تنازلوا عن الشكوى نعم يقول إذا تنازل أي تنازل من الشكوى طيب ليش ما طلع والدك ما طلع ما أدري والله هي تنازل مش عن الشكوى بالمحكمة طيب إذا كان الموضوع مثل ما تفضلت إذا كان الموضوع مثل ما تفضلت إذا أكو مشكلة بالقانون اليوم وهذا الموضوع طبعا أكدنا بأكثر من مرة أكو مشكلة بالقانون نعم أكو محمد أكو غلط دقة هي بيد دعوة طيب القضية هاي القضية شوية عائلية مثل ما قلت لك لكن بها مشكلة القانون وكيف يطبق وعلى من يطبق وشنو آليات تطبيقه لكن الجزء الآخر هي جزء أن أنت نازح وتعاني هذا جزء أعم وأهم أنت اليوم نازح وعوائل كثيرة نازحة تعانون إهمال حكومي دا تعانون من صعوبة الحياة ومن غياب الدعم صحيح؟ نعم والله سال محمد بالمخيم قاعدين لا شغل وحر الكرفات من فوق المي اذا فوق انا نعم وما حد يسال علينا لا يجي صحيح سيد حسن استغل وجودك وياي بالحلقه واريد اسال حضرتك شنو رايك باللي صار بمستشفى ابن الخطيب و130 قتيل عراقي بريء بسبب فشل بسبب فساد انفجار انابيب الاكسجين وماكو أنظمة إطفاء حرائق بالمستشفى شلون شفت هذا الموضوع وشنو تعليقك عليه والله أستاذ محمد أكو أهمال يعني بالمستشفى أكو أهمال أسي والدي بالمستشفى بس يعني أكو أهمال يعني ما يدهقون على العالم أبوان بالفلوس تيجي ويأخذ فلوس ويطلع ما يقول لا وراء العالم لا نعم اكو اموال يعني مغسرين حيل نعم سيد حسن بس بحال المستشفى الله يمكن بتكريتو اي تفضل نعم اكو بتكريت واكو بكركو قال مشتعلات المستشفيات ممكن مو ببغداد يعني انت شهدت بعينك على مستشفيات بالعراق رحت لها ولقيت سوء معاملة او فشل نعم استاذ محمد نعم سيد حسن نعم. من الأنبار أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة بالنسبة لقضية والدك وقضية الأرض وما إلى ذلك هذه قضية عائلية لأن أنت بينك وبين ولد عمك أعتقد هي المشكلة ومن الناحية القانونية حقيقة إذا كان هناك تنازل ووالدك لم يكن مخطئ فلا يوجد حق عام للدولة وبالتالي بإمكان أنه يخرج يعني ما أعرف شنو حقيقة حيثيات الموضوع فما أقدر أجزم به لكن هو يعني هذا من الناحية النظرية هذا جانب يعني عائلي بالنسبة لكم بعض الشيء أنت تناشد طبعا لإخراج والدك وهذا حقك الشرعي الطبيعي قضية النازحين قضية طبعا كبيرة ومهمة مشاهدينا الكرام ولا يوجد دعم حكومي وطبعا هناك محاربة للنازحين العالقين في هذه المخيمات الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب استمرار الدمار وبقاء هذه المناطق منكوبة جراء العمليات العسكرية أو سيطرت ميليشيات على مناطقهم وتمنعهم من العودة إليها طبعا اليوم نستمر بحديثنا بخصوص مستشفى ابن الخطيب وهذا الفشل والإخفاق الذي أودى بحياة هذا العدد الكبير من الضحايا سيد صباح من بغداد تفضل حياك الله مساء
استاذ محمد، ارحب بكم قناتكم الكريمه. اهلا وسهلا. يعني بالنسبه للعراق والوضع يعني الازمه الموجوده بالعراق من 2003 ولحد الان، اكثر من كارثه صارت عندنا بداخل العراق. يعني شفنا الرئيس الوزراء قبل يشكل مجالس تحقيقيه وخلال 48 ساعه وخلال 24 ساعه، لكن نتائج هاي المجالس التحقيقيه واللجان التحقيقيه العراقيين احنا كنا ما شفنا احد يتحاسب، لا من وزير ولا وكيل وزير ولا مدير عام ولا اي شيء. يعني عده كوارث صارت بينا بالمحافظات الجنوبيه والشماليه والموصل وبغداد. يعني رئيس الوزراء هو جزء من فساد وهو المسؤول الأول والأخير، وهم لو يمتلكون ذرة من الغيرة والشرف كل المسؤولين المفروض بهم الحكومة تقدم استقالتها على هيك كارثة. يعني هاي الكارثة الإنسانية اللي مفروض بها يحاسب رئيس الجمهورية، الرئاسات الثلاث ووزير الصحة وكل المسؤولين المباشرين مثل مدير عام صحة الرصافة اللي ما حد يقدر يحتك به لأن هو صدري، وكيل الوزير صدري، الوزير تابع للتيار الصدري. يعني وراهم أول شيء عندي 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 سؤال، يعني إذا سمحت السؤال الأول باللي تفضلت به، شنو معنى سحب يد الوزير؟ ناس قالوا بأنه هاي الخطوة مجرد بس إبعاد الوزير شوي عن المنصب وما تعني الإقالة. بالنسبة لسحب يد الوزير هي هاي فترتها تكون إلى يعني يحكون بيها يعني الاختصاص 60 يوم إلى 90 يوم. طيب. يعني ما راح يقوم في توقيع وشغلات مهمة أو يعني مجرد يقول يعني شلون مثل ما تقول بالأمر يعزلوه لحين ظهور نتائج. جرت إذن لكن ماكو يعني عقوبة إلا يعني صارمة. المفروض يجتمع كل البرلمانيين يجتمعون ويقررون قرارهم، مو يخلون يعني قرارات ويصوتون. طيب على هذا أهم سؤال حجيلك بيه بعد شوية، لكن السؤال الثاني اللي كنت أريد أسأله، أنت تفضلت وقلت ما شفنا أحد استقال، ليش ما حد يستقيل؟ إحنا دا نشوف أنه حول العالم بأقل مشكلة تصير، يعني مثلا الأردن الجار الشقيق ومشكلة أقل من اللي صارت بالعراق، حالات اختناق ووفيات بسبب غياب الأكسجين في مستشفى بالأردن واستقال الوزير. يعني ليش بالعراق ما حد يستقيل؟ شنو الموضوع انه حياة البشر هاي مو مهمة لدرجة انه تدفع المسؤول انه هو يقدم استقالته ويخرج يقول انا اسف انا غلطان؟ احنا شفنا بالاردن صارت عندهم كارثة نفس الموضوع، مستشفى الاكسجين وقبل استقال وزير الصحة. لان وزير الصحة الاردني ما مشتري المنصب مالته ب$20 مليون او غيره. بالعراق احنا كل الوزراء مشترين مناصبهم، واللي ما مشتري منصبه هذا تابع الحزب يريدون من عنده واردات من خلال الصفقات الوهمية ومن خلال الفساد الموجود بالوزارة، لازم يطي للي سانده. فهذا الوزير من جايك دافع 20 مليون 30 مليون، وكل الوزراء بدون استثناء السنة والشيعة ذولي دافعين أموال، شون يستقيل وهو دافع أموال لحد الآن ما مطلعها؟ شون يستقيل وأكو وراء مقتدى الصدر أو صالح المطلق أو ياد علاوي أو المالكي أو العصائب قيس الخزعلي أو منظمة بدر؟ كل الوزارات هاي المحاصصة الطائفية المقيتة اللي جابوها الأمريكان وشرعها الدستور وشرعها رئيس الحكومة ورئيس الوزراء محاصصة، الوزارات كلها هاي المناصب محاصصة بين الأحزاب بين الأحزاب، حتى المصالح الوطنية هاي الكاذبة مالتهم اللي يحكون بها صار لهم أكثر من سنة كلها كاذبة، ما يهمهم مصلحة الشعب العراقي والدماء اللي جاي تسيل من في جنوب العراق في وسط العراق. وين القناصات مال هذه عادل عبد المهدي بزمنه من كتلهم التشرينيين كلهم بالقناصات؟ وين اللجان التحقيقية؟ كل شيء ما سوهم ذاك جيل الشمري وغيره وامثاله. انا اشكرك سيد صباح من بغداد، شكرا للمشاركه. عندنا سيد ابو احمد من بغداد، تفضل يا ابو احمد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخبارك عزيزي؟ الله يسلمك يبارك فيك. كريم علينا وعليكم اجمعين حياك الله. والله حزينين احنا على صار مستشفى الخطيب. عراقيين فاجعه بعد فاجعه، والله ما يصير. وين المسؤولين؟ وين الدنيا؟ اي وين المسؤولين؟ وين ما حد وين المسؤولين؟ لجنة خمس ايام، والله احنا حزينين على الصار، يوم يفاجئ بعد فاجئ العراق ينفجئ. ليش المسؤولين ما يستقيلون يا ابو احمد؟ والله هم ظهرهم غالي. شلون؟ ظهر وغالي وما يستقيلون. اي عندهم دعم مو الشعب، مو هم يقولون احنا نمثل الشعب؟
لا لا والله ما يمثلون الشعب. لا ذي من يمثلون؟ والله ما يمثلون الشعب، يمثلون انفسهم هم. يمثلون هم عدم الكرسي والجيل همشي. نعم. ايه. تتوقع انه حيصير اكو حساب حقيقي للي سووا او اللي تسببوا بهالمأساة؟ والله ما اتوقع. ليش؟ ماكو حساب. ما تتوقع. نعم. ايه. انا اشكرك يا سيد ابو احمد من بغداد، شكرا للمشاركة ولرأيك بهذا الموضوع. عندنا سيد عبد الوهاب من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا أخي أخذنا قاعدة بالعراق، أي موضوع في بالسكحة وتنهي هو أن أنت تحيي لجنة، لجنة تحقيق. نعم. أقول يا أخي اللي أي لجنة طلعنا جمعتها من السجون للمغيبين ال يعني يا أهلي تعده ويا أهلي تعوفه ويا أهلي المظلومات. نعم نعم يا اخوي، هي موضوع الالاف المؤلفه اللي راحت ولحد هاي اللحظه هو شنو اللي حصلنا؟ موضوع انت تقول لي رئيس الوزراء، ليش رئيس الوزراء؟ ما كان هو جزء من الحكومه؟ نعم. ما كان هو مدير المخابرات يعرف الاول والتالي؟ نعم. ليش ليش ما يتصرف؟ شنو معناها شنو معناها انه يقول خلال خمسة ايام تطلع النتيجه وصار لنا اربعة ايام كل شيء مبين من هاي اللجنه، وكم من لجنه تحقيقيه صارت بزمن الكاظمي وماكو نتيجه لها؟ يعني وبعدين احنا حنظل عايشين على موضوع اللجان التحقيقيه؟ ليش ما نشوف مسؤول يتحمل مسؤوليه ويقول اني استقيل، اني مسؤول اخطات اريد اتعاقب واستقيل نتيجه تقصيري؟ ما حد منهم يسويها، ليش؟ أربع أيام تطلع النتيجة، لا أخذ من عندي أربع أشهر. شلون؟ أنت تريد بأربع أيام تأخذ نتيجة، والله أخذ من عندي أربع أشهر ما تحصل أي نتيجة. نعم. يعني تتوقع إنه ما راح تطلع نتيجة التحقيق، وإن طلعت تطلع بشكل خجول. وين طلعت يا أخي؟ إيش راح تحصل؟ من اللي راح؟ أرأي الشعب راح المهتمين. ايش اللي ثوار تشريف هم صاروا عن وضعها واحد قاعد على كوره تشريف حصلنا هاي هاي هو صار هاي خلص صار الولايه مالته وانتهى الامر. وشنو اللي طلع عليه؟ موجود وصار شنو اللي حصل؟ قضاها بس يحضر عزاء ويدق على صدره. اي بس يحضر عزاء ويدق على صدره وهي ناطر ودخلت على اكثر تكروتها وشباب راحت ايش حوافي شباب. نعم. سيد عبد الوهاب انا اشكرك من بغداد، شكرا للمشاركه. عندنا السيد ابو عقيل من بغداد، تفضل يا ابو عقيل. ابو عقيل من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. يابا هاي ترى مال مستشفى من خرطيب ترى الفاعل ماكو، ما يصير هيك، ترى مستشفيات ما يصير هيك بيها. شلون يعني؟ يعني انا اقول لك الفاعل هاي احزاب بيناتها، هاي صراع من عند السلطه، مو قصه يجي هيتر لو شنو لو اوكسجين لو بس هذا ما يمنع أوكسيدين. هذا ما يمنع انه المستشفى ما بها انظمه حمايه وطوارئ من ست سنوات، حتى لو كان اكو صراع سياسي واليوم سببوا هم هذا الانفجار بالانابيب، لكن وين انظمه الحمايه؟ انظمه الحمايه فلوس بوق فساد. نعم. مو قصه هاي كلها فساد، ما تسمع اي وزاره، كل الوزارات اللي بالعراق كلها بها فساد. طيب شنو ذنب الناس اللي بالمستشفيات لا حول ولا قوه ومصابين بفيروس كورونا ان هم يكونون ضحيه صراعات سياسيه مثل ما تفضلت؟ اي هم هاي من هاي صراعاتهم هم، هاي تعم على الشعب، هي توقع براس الشعب وبراس الفقير، وهسه باكر عقبه من شو اسمه من يصير لجان تحقيقية وهاي يدبونها براس واحد فقير وتنتهي المشكله. نعم. اي نعم. سيد ابو عقيل انا اشكرك، وصلت فكرتك واعتذر منك، الوقت انتهى. في قراءه سريعه لما وردنا من رسائل، عندنا رساله من السيد عبد الخالق الناصر بعد التحية والسلام، يقول عظم الله أجركم أهل العراق، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، النار التي أحرقت أجساد المرضى
وشبت بقلوبنا أحرق بها كل مسؤول فاسد ومستهين بأرواحنا يا الله. شي يفيد الحكي بعد العراق ضاع وبغداد كل يوم لاجمين جروحها حسبي الله ونعم الوكيل. طيب عندنا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول: العراق وقع بيد احتلال بغيض وعدو شرس يحمل حقدا دفينا عبر التاريخ على العراق من صدر الإسلام ولهذا اليوم، حتى وقع العراق تحت بطش هذا العدو. وأنا أقول للعراقيين أن الأولى التهيؤ لمعركة المصير ضد الأعداء في دار السلام. رسالة عندنا من حسام يقول: العراقيين لازم يفهمون أن الصحة بالعراق انتهت، يعني خلي إيران والهند تستفيد والفقير يموت. يا أطباء العراق راح تبقون ساكتين؟ والله حقيقة هواي من أطباء العراق المتمكنين الوطنيين الأكفاء صاروا ضحية تهجير وقمع وتهديد واعتداءات مستمرة جبرتهم أنهم يتركون العراق ويرحلون. 7000 طبيب موجود في لندن، يعني تخيلوا أعداد كبيرة جدا، أرقام طبعا بعشرات الآلاف من الأطباء العراقيين والكوادر المحترفة صارت جواهر في بلدان أخرى، لكن بالعراق هي محط تهديد ومكان أو شخص معرض للتهديد طيلة حياته هو وأفراد عائلته بسبب عمله كطبيب، وأنه ممكن الإنسان يموت تحت إيده قضاء وقدر أنه يتحمل مسؤولية هذا الشخص وتجي عليه العشيرة وتريد منه فصل وتعتدي عليه وإلى آخره. يفعلون ما يستطيعون حقيقة، كثير من الكوادر الطبية تفعل ما تستطيع عليه، لكن هناك فشل أكبر وفساد يعني بشكل أكبر يتخطى ما لديهم من مسؤولية وما لديهم من قدرات وصلاحيات. يعني كان الله بعون الوطنيين من الكوادر الصحية الطبية المخلصين لعملهم ولأبناء بلدهم. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.